أعزائي متابعي قناة سما الخليج التلفزيونية، يسرنا أن نلتقي بكم اليوم في حلقة جديدة من برنامج نبض الاتحاد، ويسرنا أن نلتقي بالأستاذ محمد البلوشي صاحب ومالك معرض أبناء الخور للسيارات المستعملة. أستاذ محمد صباح الخير، يعطيك العافية. صباح النور والسرور، شرفتونا. حياك الله. الله يحييك. أنا متشرف فيك، أهلا وسهلا فيك. حياك الله. أستاذ محمد، مع حفظ الألقاب بهمنا نسمع من هو محمد البلوشي، كيف كانت بداياته؟ طال عمرك، أنا محمد البلوشي أبو صالح من أبناء خور فكان، والحمد لله من صغري تعلمنا في السيارات، ولي هواية من زمان يمكن صغير في السيارات، والحمد لله من سنة تقريبا 99 بدأت في السيارات، كنت أبيع أشتري سيارات، فاستمريت لغاية سنة 2005 وبدأت 2006، وبعد ما تعرفت على شباب التجار وربعي أصحابي من كثر ما كانوا يشترون سيارات من عندي أنا، وعن طريق أنا يشترون ويبيعون سيارهم، فكلهم نصحوني قالوا لي محمد افتح لك معرض، وإحنا كنا نشتري من عندك بدل ما تبيع وتشتري برا، وافتح لك معرض يكون لك عنوان وبتكون مستثمر. فالحمد لله بعد تشجيع شباب وفتحت المعرض وأهلي وساعدوني الحمد لله، وسنة 2006 بديت أفتح المعرض في خور فكان، بديت في منطقة اللؤلؤية واستمريت لغاية 2015 في اللؤلؤية، وكنا نجيب سيارات بعد من أمريكا ومن اليابان ومن ألمانيا، وسيارات محلية وسيارات نصدر إلى السعودية إلى دول الخليج بشكل عام، والدول برا بعد التجار كانوا يجون يشترون ويصدرون برا. والحمد لله بعد سنة 2015 انتقلت إلى منطقة الزبارة، وشوي توسعنا وكبرنا شوي معرض الحمد لله، وما زلنا مستمرين وبنستمر إن شاء الله. أستاذ محمد، معرض أبناء الخور، هذا الاسم الجميل، السيارات المستعملة، الله يبارك فيك. ماذا يقدم من خدمات؟ شوية تفاصيل في هذا الموضوع عشان الناس كمان يتعرف على المعرض. طال عمرك، احنا في المعرض دائما نتعامل بكل وضوح وثقة، والحمد لله من يوم أنا بديت في المعرض وأبيع أشتري سيارات للناس، وانا ما اذكر يوم من الايام يجيني زبون ما يرجع لي مره ثانيه. الزبون واحد يوم يجيني يجيب لي زباين من وراء ويوصيني، يقول لي محمد استمر في تجاره السيارات، احنا ما نبغى نروح لغيرك. فدائما يوصوني، لاني انا حتى يعني شخص اذا بعيد يتصل فيني يقول لي يا محمد ابغي سياره فلانيه، ابغاك تفحص لي اياها وتبين لي اياها وتجهز لي اياها، انا بجيب اخذها، وانا كل الشغلات بسوي له، حتى يمكن شغلات استهلاكيه اللي هو يباها وانا بوديها الجراج، بوديها المرور، بسجلها بجهزها، يستلم مفتاح من عندي. يعني عندكم الخدمات كامله؟ عندي خدمات كامله. نعم هي. نعم ممتاز. الحمد لله. نعم. وهذا يندل فانما يدل على السمعه الطيبه اللي الحمد لله وراها زبائن. الحمد لله من فضل الله. الحمد لله. الله يجزيكم من نعيم. امين وياكم. امين وياكم. امين، جزاكم الله خير. We're gonna make it.
العربية المتحدة، الوطن الغالي، وطن الغالي، بيئة خصبة وتربة خصبة للاستثمار. كيف حاس إنه هذا الموضوع ساعد فعلا في مشروعك كسيارات مستعملة أيضا؟ والله الإمارات بلد غالي، دولة غالية والحمد لله، ومن فضل الله ثم من فضل الشيوخ والخير موجود في دولة الإمارات من أنحاء العالم يستثمرون في الإمارات، لأنها إمارات دولة أمن وأمان، دولة الخير، والشيوخ كلهم لهم فضل علينا، والحمد لله أنها هذا من فضل الله ثم من فضل يعني الشيوخ أن أمن وأمان، كل حد يبا يستثمر في دولة الإمارات. نعم الحمد لله رب العالمين. طبعا أي صيغة شكر لن توفيهم حقهم، لكن ماذا كيف تشكر شيوخنا الكرام وأطال الله في عمرهم وفضلهم علينا في هذا الاستثمار؟ أولا أحمد الله وأشكره، ثم أشكر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله ورعاه، وأشكر شيوخ دولة الإمارات بلا استثناء كلهم، وبالأخص الشيخ سلطان والدنا، الشيخ سلطان الدكتور سلطان القاسمي، وله فضل، وكل شيوخ لهم فضل علينا، والحمد لله أنهم موفرين لنا كل شيء، بالأخص للتجار، التجار وخاصة خاصة خاصة أن أبناء البلد والمقيمين من برا موفرين لهم كل تسهيلات، كل التسهيلات من جهات حكومية، من الجمارك، من التنمية الاقتصادية، من البلدية، من كل النواحي، ما مسهلين الأمور، بس يقولك تعال واستثمر وانت في أمن وأمان، والحمد لله احنا نشعر في أمن وأمان، ولازم نطور ونزيد في تجارتنا. أحسن. نعم الحمد لله، الله يحفظهم إن شاء آمين. الله آمين. آمين. علينا هذه آمين يا رب آمين. في النهاية بطاقة شكر خاصة لابد من أحد دعمك بالذات معنويا، بطاقة شكر خاصة توجهها إلى أحد معين عندك؟ أشكر عمي محمد علي اللي هو دعمني في البداية، وولد عمي هو أحمد دعمني في البداية، وربعي أصحابي المقربين لي أنا كلهم أشكرهم، دعموني يشجعوني ماديا ومعنويا، هي ودعموني، بديت بشيء قليل بسيط، والحمد لله الحين من فضل الله عندي يمكن فوق 20-25 سيارة موجودة في المعرض، وأحيانا يزيد وأحيانا ينقص على حسب السوق. الحمد لله الحمد لله. في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر أستاذ محمد البلوشي صاحب الوجه البشوش والمقابر اللطيفة، الله يبارك فيك ويزيدك النعيم إن شاء الله. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. شكرا.